سر رفض الأمير هاشم بن الحسين السير على بساط الملوك الأحمر في ظاهرة غريبة لفتت انتباه الأردنيين وتكررت في موقفين مختلفين عن الأمير هاشم بن الحسين الأخ الكبير الغير الشقيق لعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وهي ابتعاد الأمير هاشم عن البساط الأحمر المخصص لسير الملوك والأمراء وكبار الدولة في أكثر من مناسبة، واختياره السير جنب السجادة الحمراء بدل من السير فوقها. تعالوا نعرف السر وراء التصرف الغريب للأمير هاشم الملقب بالأمير المتواضع. صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين بن طلال أصغر الأبناء الذكور للملك الحسين طيب الله ثراه، من زوجته الملكة نور الحسين مواليد 10 يونيو 1980، الأخ الأصغر الغير شقيق لجلالة الملك عبدالله الثاني. اتدرج الأمير هاشم في الرتب العسكرية في العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأردنية، ف12 يناير سنة 2017 اتولى منصب كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي، وكمان اتولى فيه أكتر من مهام نائب الملك ورافق ملك الأردن في مناسبات رسمية كتيرة، ده غير حصوله في سنة 2007 على جائزة أفضل تحصيل في الدورة ما بين الضباط الدوليين خلال خدمته العسكرية في دورة قادة الفصائل التأسيسية في الولايات المتحدة الأمريكية. كمان شارك في سنة 2009 في دورة قادة سرايا المشاة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وحقق أعلى درجة من التميز الأكاديمي. في 2014 أنهى سمو الأمير هاشم دورة ضباط متقدمة في كلية القيادة والأركان المتقدمة في المملكة المتحدة، ده غير أن الأمير هاشم بن الحسين يتمتع بالخلق والتدين والتواضع، ودي مش حاجة غريبة على أفراد العيلة الهاشمية اللي بيمتد نسلهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصفات دي خلته قريب جدا من الشعب الأردني، خصوصا أنه في الفترة الأخيرة دايما كان بيظهر بمظهر متواضع عن باقي أفراد العيلة المالكة، فبيلبس دايما دشداش مع غترة بيضاء وعقال اسود، والمسبحه ما بتفرقش ايده، ويقال انه بقى اقرب للتصوف في الفتره الاخيره. اما السر اللي تجنبه السير على السجاده الحمراء فهو نوع من انواع التواضع اللي بقى جزء من شخصيه سمو الامير هاشم بن الحسين، واللي بعد عن مظاهر التفخيم والتعظيم. وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات منقوله عن مواقع اخباريه متخصصه بنشر اخبار العائله الهاشميه الحاكمه على تطبيق انستغرام، بيظهر فيها الامير المتواضع وهو بيبعد عن السجادة الحمراء. مرة منهم كان برفقة جلالة الملك على سلم مجلس الأعيان الأردني أثناء توجه الملك للمجلس، فرفض المشي على السجادة الحمراء، وكان في مناسبة رسمية تانية وكان معاه وفد لاستقبال ضيوف بالمملكة، برضو اتحاشى إنه يمشي على السجادة الحمراء. حتى حفل زفاف الأمير هاشم بن الحسين على الأميرة فهدى محمد إبراهيم أبو نيام اللي احتفل به الشعب الأردني في 6 يناير 2006 كان أقرب لمأدوبة غداء في الديوان الملكي، ضمنت أكثر من 3000 مدعو، فكان حفل زفاف متواضع. الأمير هاشم بن الحسين الملقب بالأمير المتواضع، هدوءه ودماثة خلقه هما السر في رفضه السير على السجادة الحمراء.